اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نستعرض سويا الاحوال الجويه المتوقعه للايام القليله القادمه، في البدايه نستعرض ملخص الاحوال الجويه المتوقعه، هذه الليله نتوقع ان يتشكل الضباب في معظم مناطق المملكه، خاصه مناطق المرتفعات الجبليه والباديه والسهول، وهذا يؤدي طبعا الى تدني مدى الرؤيه الافقيه بشكل واضح. نتمنى من الجميع والمعنيين اخذ الحيطه والحذر اما يوم الاربعاء فسيتجدد باذن الله سقوط زخات من الامطار على فترات اما يوم الخميس مساء فنتوقع ان تتاثر المملكه بمنخفض جوي عميق يؤدي الى زياده سرعه الرياح مع هبات قويه وتساقط الامطار مع عواصف رعديه وان شاء الله بعد منتصف ليله الخميس ستتساقط الثلوج على المرتفعات الجبليه العاليه الاحوال الجويه المتوقعه هذه الليله، هذه الليله الجو بارد غائم جزئي، الرطوبه عاليه بحدود 100% 97 الى 100%، يتشكل الضباب في معظم المناطق، هذا يؤدي الى تدني مدى الرؤيه الافقيه، الصوره المتوقعه ست درجات مئويه. الاحوال الجويه المتوقعه للثلاثه ايام القادمه يوم الثلاثاء بيكون الجو غائم جزئي ايضا بارد نسبي درجه الحراره العظمى المتوقعه 12 الصغرى بتكون 6 درجات مئويه بيكون غائم جزئي اثناء الليل وبارد نسبي وايضا في فرصه لتشكل الضباب خاصه مناطق المرتفعات الجبليه العاليه والسهول اما يوم الاربعاء جو بارد غائم جزئي غالبا غائم بتسقط زخات متفرقه من المطر على فترات العظمى بحدود تسع درجات، اما الاربعاء ليلا فبكون بارد وغائم جزئي وفي احتماليه لسقوط زخات متفرقه من المطر احيانا. يوم الخميس يوم الخميس يقترب من المنطقه منخفض جوي عميق يؤدي الى زياده سرعه الرياح مع حبات قويه احيانا، سرعه الرياح قد تصل ما بين 80 الى 100 كيلومتر في الساعه وايضا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفه وتسقط زخات رعديه من المطر تشتد تدريجيا خاصه بعد منتصف الليل وبعد منتصف ليله الخميس على الجمعه يزداد الهطول وايضا يتوقع ان تسقط زخات من الثلج او تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبليه العاليه وطبعا هذا يؤكد الخرائط الجويه الخرائط الجوية المستلمة لهذا اليوم بنلاحظ إنه نتيجة لتدفق هواء بارد من شمال أوروبا باتجاه شرق البحر المتوسط سيتشكل منخفض جوي حول جزيرة قبرص هذا يوم الخميس بعد الظهر يوم الخميس بالليل أو ليلًا وصباح يوم الجمعة صباح يوم الجمعة بتحرك هذا المنخفض الجوي ويصبح يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص و. ونتيجه ايضا لتدفق هواء بارد باتجاه هذا المنخفض الجوي سيزداد تعمقه وبالتالي سيزداد تاثيره على المملكه وتاثيره زي ما حكينا بيكون بازدياد سرعه الرياح بشكل كبير جدا وايضا تكاثر الغيوم وهطول الامطار في معظم مناطق المملكه وبيكون الجو بارد بشكل عام وتتساقط الثلوج خاصه في فتره ما بعد منتصف ليله الخميس على الجمعه وحتى ظهر يوم الجمعه على المرتفعات الجبلية العالية لكن يوم الجمعة مساء بتحرك هذا المنخفض الجوي ويصبح يتمركز تقريبا شمال العراق وبالتالي يقل تأثيره تدريجيا وتخف الفعالية الجوية تدريجيا أيضا مع بقاء الجو باردا وغائما وماطرا على فترات يوم السبت صباحا بيستقر الجو وأيضا تتعرض المملكة للرياح غربية رطبة، وبهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب مرة أخرى، خاصة صباح يوم السبت في معظم مناطق المملكة، وهنا ينتهي تأثير المنخفض الجوي، وبعد يوم السبت يميل الجو إلى الاستقرار تدريجياً. أعزائي المشاهدين، هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، سنتابع النشرات الجوية أولاً بأول، ونوافيكم بالأخبار أولاً بأول حول وتطورات هذا المنخفض الجوي شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم والى اللقاء